حين تكون جريئاً لا تهاب الإخفاق والخسارة، حين يرى فيك شعب بأكمله بلسماً لقرارات ماضوية لم يندم جرحها بعد، حين تنطلق كالسهم من ركام الخيبات والتعثرات، عندها فقط يحق فيك القول ذهب أنت عدت بالذهب، حين الجميع عنه قد ذهب. البطل المغربي سفيان البقالي زاده راية الوطن وعتاده رغبة جامحة في إسعاد المغرب والوطن العربي، أمل حين اشتد الألم وقطعة ثلج وسط بركان فوار بالغضب والصخب. الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو 2020 المؤجلة كانت الأمل الوحيد للمغاربة في مشاركة وصفت بالكارثية. ابن العاصمة العلمية استنهض الهمم بعبارة فاس حاكمة العالم، فاستجاب للنداء ذهبا ووضع حدا لهيمنة العدائين الكينيين على السباق، وضمن التتويج الأول للمغرب منذ 17 عاما من الغياب عن المنصات، أي منذ ذهب دورة أثينا 2004 التي فاز فيها ابن بركان هشام القروج بسباقي 1500 و5000 متر. من خارج الصبورة بإقصاء المشاركين المغاربة في مختلف البطولات إلى قائمة المرصعين بالذهب في انتظار المشاركين في مسابقة 1500 متر ومن ضمنهم البقالي نفسه وكذلك بقنطار في سباق 5000 متر. سفيان البقالي لقاح من ذهب ودرس لاكتساب الأبطال الناشئين مناعة المواصلة والكفاح، على معظمهم يحظى بفرصة يوما في زمن دمر فيه وباء القرارات العبثية والمعايير الغير العادلة أحلام أبطال شاهدوا الأولمبياد من وراء الشاشات. حكيم الزائر يحييكم، إلى اللقاء.